نفذت مجموعة جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية في مدينة جبار بمحافظة أبيان جنوبي اليمن الجلسة التشاورية لمناقشة رؤى وتطلعات الشباب ضمن القرار 2250. هنا في هذا اليوم نقدم ورشة وتدريب للشباب في تمكينهم بالاشتراك مع اللي هي القمة النسوية مع جنوبيات من أجل السلام في توضيح القرار 2250 بدعم الشباب في عملية الإشراك وأخذنا فيها طرحنا فيها عدة محاور منها هي الشراكة والإدماج والوقاية ومفاهيم كثيرة تتعلق بالشباب في عملية تمكينهم. يأتي ذلك ضمن حملة تعزيز أجندة الشباب في العملية السياسية بالشراكة مع التحالف المجموعة التاسعة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن. بالبداية احنا عرفنا على قرار 2250 لأنه أغلبية الشباب هنا في محافظة أبيان ما عندهمش الإلمام الكامل بهذا القرار. بعد كذا أخذنا اللي هي المخرجات والتوصيات والتحديات والفرص بشان الركائز الخمس لقرار 2250 اللي هي المشاركة والحماية والشراكة وإعادة الدمج والوقاية. الشباب تفاعلوا كثير للأمانة وأعطونا مخرجات توصيات جميلة. التحديات أيضا والفرص نتمنى من الجهات الفاعلة تحديدا أنه تركز على الشباب لأنهم الأكثر الفئة في المجتمع وبالإضافة إلى إشراكهم في صنع القرار. قدمت في الجلسة مواضيع متعددة تضمنت التعريف بالمجموعات المشاركة وفيديو توضيحي حول القرار 2250، كما تم فتح حلقة النقاش بين الميسرين والمشاركين حول متطلبات بناء عملية السلام في المرحلة الراهنة. شاركت في الجلسة التشاورية لمناقشة القرار 2250 الخاص بإشراك الشباب في العملية السياسية، حيث أنه يعتبر هذا القرار بما يواكب الوضع الحالي في محافظة أبيان، وأطالب بالمزيد من القرارات أو بالمزيد من الأنشطة الخاصة بتفعيل هذا القرار لكوننا نتعرض في أبيان لعملية نوعية في إحلال السلام ونريد أن نحل السلام بأي شكل من الأشكال. شاركت في هذه الدورة استفدت منها كثير، طبعا تعرفنا على قرار 2250 اللي يهتم بالشباب وشراكهم في المجال السياسي، استفدنا أشياء كثير ما كنا نعرفها وإن شاء الله بإذن الله أن نعكس اللي استفدناه اليوم في واقعنا وفي مجتمعاتنا بإذن الله. الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الجلسات التشاورية هو إشراك الشباب في عملية السلام ورفع تطلعاتهم للجهات المختصة للعمل على دراستها وتحقيقها من أجل مستقبل أفضل. لبرنامج أنا الشاهد عبدالله البحري محافظة أبيان جنوبي اليمن.